على طول في اتجاه اللاعب بودولسكي. تايجر اللي اتحرك حلو قوي، واول اهداف في اللقاء للمنتخب الالماني، اول اهداف في اللقاء للمنتخب الالماني. الفرصه لما تاتي، وتاتي لمن؟ تاتي للاعب لا يضيع ابدا مثل هذه الكرات. ادي امامنا الهدف الاول في هذه المباراه، فرصه المنتخب الالماني نحو التقدم تاتي، وبالفعل المنتخب الالماني يسجل. ادي امامنا السعاده من جانب اللاعب، اللمسه، شوف اللمسه، شوف اللمسه، شوف اللمسه، شوف اللاعب اللي متمركز هنا، شوف كلوز اتحرك، لكن اوزيل بهدوء يحسد عليه امامنا هنا في هذه اللقطه. نجم ريال مدريد يسجل هدفه الدولي الخامس مع المنتخب الالماني، والهدف الثالث ليه. وادي كلوز هنا في مسار الكوره، شوف الاعاده، شوف امامنا هنا اللاعب اوزيل، وشوف اللاعب كلوز. انطلاقة حلوة من جانب المنتخب الألماني، أوزيل، أوزيل تبادل كرة حلوة قوي، أوزيل يعدي، والهدف، الهدف الجميل، الهدف الجميل لأوزيل. شوف أمامنا أوزيل، شوف أوزيل، يعني البوسكي لسه بيقول إن أوزيل يعد لاعب رائع، مدرب المنتخب الإسباني. أدي أمامنا أوزيل يمر بسهولة، يقتنص بسهولة دفاع المنتخب النمساوي، شيمر والبوغيتانس أمامنا. أدي أمامنا هنا 2-2 للمنتخب الالماني، ورصيد النقاط 24 نقطة للمنتخب الالماني في امم اوروبا 2012. المنتخب الالماني يتاهل رسميا بعد هذا الهدف. ادي امامنا المرور الرائع وخروج الحارس جراتسي امامنا، ولكن شوف اوزيل، شوف اوزيل، شوف اوزيل، شوف هنا، شوف كلوز، شوف كلوز عملها ازاي، سباله والراجل مكمل حلو قوي. وطبعا هنا اللاعب مدافع، وعادي امامنا الانطلاقات، شوف امامنا اللاعب ادي سوبر لعبه حلوه، اول هدف الجميل يا بودولسكي، يا بودولسكي المنتخب الالماني يتلاعب في المنتخب النمساوي. وادي امامنا هنا بودولسكي، يا على بودولسكي، يا على بودولسكي امامنا هنا، لم ينجح عندما انتقل لنادي بايرن ميونخ، عاد الى كولن مره ثانيه امامنا هو اللاعب لوكاس بودولسكي. لوكاس بودولسكي يسجل هدف جميل في الدقيقة 28. يبدو ان احنا بنتجه نحو نتيجة يعني تاريخية للمنتخب الالماني. يا سعادتك يا يوجي، يوجي طبعا سعيد امامنا اهو، وكيم لاب سعيد بهذه النتيجة مع هذه التحركات ومع منتخب نمساوي يعني لم ياتي من فيينا، لم ياتي حتى هذه المانيا الودية القادمة. هنا امامنا الكرة العرضية وضربة راس وهدف للاعب ارناوتوفيتش، ارناوتوفيتش، ارناوتوفيتش امامنا، اللاعب اللي يلعب في الدوري الالماني في فيردر بريمن. ارناوتوفيتش يسجل هدف حفظ ماء الوجه في الشوط الاول، ومانويل نوير في هذه اللقطه يعني لا يستطيع ان يفعل شيء. حدثنا عن قله خبره هاملز، وطبعا هاملز في الدفاع الالماني. ادي امامنا التحرك، شوف التحرك الجميل هنا، كره ملعوبه من جانب المنتخب النمساوي. ادي امامنا اكرم داج، وشوف اللاعب ارناوتوفيتش هو يسبق هنا، وكان تحرك متاخر جدا من جانب بعد شتوبر. ادي الكوره من جانب اللاعب رقم 17 كلاين، شوف كلاين هو اللي بيكمل من العمق كصانع العاب المنتخب الالماني في انطلاقه. وادي امامنا المحاوله وانطلاقه اللاعب وزيل على القدم اليسرى، خبر ابيض على الحارس كريستيان جراتسي امامنا، هاتريك، هاتريك، هاتريك. ادي امامنا اوزيل هاتريك يسجل في الدقيقه الثانية من أحداث الشوط الثاني، دفاع النمساوي وحارس مرمى النمسا، ده النمسا دي جابت حراس مرمى جوزيليا، وجابوا يعني حراس كبار زي مانينجر وزي حتى ماتشو اللي كان في أمم أوروبا، لكن النهارده الحارس كريستيان جراتسي، حارس مرمى شتورم جراتس. يعني شوف، شوف الكورة، شوف الكورة، شوف الفرصة، شوف الكورة بادية منين، شوف السرعة الألمانية، وادي التمريرة، يا سلام على التمريرة، يا سلام على التمريرة، ولمسة وانطلاقة. أدي أمامنا الماكينات الألمانية، شوف اللمسة وشوف الانطلاقة هنا في هذه اللقطة، وكرة جميلة جدا. في غياب سامي خضيرة، في غياب سفان باندر، والمنتخب النمساوي، يا سلام على الكورة. أدي أمامنا المنتخب النمساوي فرصة وتسجيل هدف عن طريق اللاعب مارتن هارنك أمامنا. مباراة، مباراة مفتوحة، الدفاع الألماني النهاردة برضه عليه تحفظات كتيرة. أدي مارتن هارنك أهو أمامنا، لاعب فريق شوتجر يخطف كرة الدفاع الألماني ماتس هابلز وباد شتوبر. شوف الكرة، شوف الكرة اتعملت إزاي، شوف الكرة اتعملت إزاي. أدي الكرة ملعوبة حلوة، حلوة قوي للاعب أمامنا أهو اللي بيسجل هدفه الدولي السادس أمامنا في هذه اللقطة. مارتن هارنك من ضمن تشكيلة المنتخب النمساوي في أمم أوروبا. أدي مارتن هارنك أمامنا أهو سد الكرة في يعني غفلة دفاعية. أدي الدفاع الألماني النهاردة، هارنك بيسجل في الدقيقة. ميلر هات وخد الجميل، مولر صلحت له
قدر يصعب المهمه ويجعل الامور بقى ايه خلاص 5-2 واحده من النتائج الصعبه جدا في تاريخ لقاءات الفريق. اعتقد كوتسي بيستعد. جورلي في الدقيقه 84 سجل في البرازيل جورلي ولهدفه الدولي الرابع في اللقاء السابع 5-2 في مباراه ممتعه ما بين منتخب المانيا ومنتخب النمسا في ليله التاهل ليله الترشح. ولامامنا سعاده اندري شورلي 8 مليون انتقاله لصفوف فريق ليفركوزن من نادي ماينس. امامنا شوف الاعاده توماس ميلر وشوف كلوزن يلعب دور صانع العاب زي ما صنع هدف للاعب اوزيل الهدف الثاني لفريقه. ادي توماس ميلر ايضا عناصر المهمه. وادي امامنا كوكي الحارس العظيم مع جواكيم لوف. وادي امامنا جوتسي يعني لمسه لاعب فنان ماريو جوتسي. ماريو جوتسي سجل في البرازيل اول هدفه الدوليه وبيسجل هدف جميل جدا النهارده. الاداء الالماني 6 اهداف ممتعه، 6 اهداف تجيله في مرمى الباريتان 6-1 ويعني اقوى هجوم على فكره المنتخب الالماني في هذه التصفيات. ادي امامنا الكوره، شوف التحرك الالماني لكن الدفاع يعني هنا الثغره كبيره جدا. وشوف الكوره وشوف اللمه وشوف المهاره ملعوبه حلوه حلوه جدا.